ولا ايه؟ اصل انا كنت شغال جواهرجي. جواهرجي؟ طب تعالى معايا. تعالى والنبي. تعالى والنبي. بقول لك تعالى. شايف الموتوسيكل ده؟ اه شايفه. اركب. ايه ده؟ اركب الموتوسيكل. هركب بس حضرتك يعني لو بالنسبه للخوذه لو لجنه قابلتني ولا حاجه ماشي هيعمل لي مشاكل ولا اي حاجه؟ حاضر المره الجايه هرسم لك خوذه. طب ربنا يخليك. اركب. حاضر حاضر. مفيش بنزين. ده انت بتستظرف يا ابن الظريفه. انا ام ظريفه؟ ده انت يومك اسود. يومك اسود. يومك اسود. هات لي بوشكاش محفوظ من الحجز. تحت امرك يا فندم. بوشكاش محفوظ. بتضحك؟ ايوه اضحك اضحك. ما اصل اللي بتقوله ده يموت من الضحك. هي تلاقيها سلسله. سلسله ايه؟ سلسله ده؟ لا ما ايه؟ سلسله ايه؟ لا سلسله بقى سلسله ضهري سلسله ضهري. خلينا في المهم. اه. في لعيب جديد اسمه بركات الصغير. بركات الصغير ده اخو سعد الصغير ولا ايه؟ سعد الصغير ايه؟ لعيب جديد الاهلي هيمضيه بكره الساعه 1 الظهر. انا عايزك تروح قبل واحده وتمضيه. ودي شيك بنص مليون جنيه اهو دفعه التعاقد. شيك بنص مليون جنيه حق اللعيب؟ ايوه. خلاص الشيك معايا اهو وبكره الصبح الساعه 7 هبقى اطلع له. 7 الساعه 1 بقول لك. انا هصحى 7. انا عايز اصحى 7. خلاص انت حر. كدابه كيف السواق القلابة يا عم؟ هي ناقصه شعر. ما انت مش عارف لوحدك. هو هي ناقصه شعر ولا ناقصه خانقتك انت؟ ايه يا واد بتربي عند حلاق ولا ايه؟ انا قلت اخدي بيدك. انت مال ابوك انت تاخد بيد ولا ما تاخدش بيد؟ انا هي ناقصه خانقتك يا اخي. سليمة يا بيه. الحمد لله الناس حنبوك من الاوتوبيس ومشيوا. الساعة كام؟ الساعة 12 ونص. ايه؟ 12 ونص؟ لو سمحت اوضة بركات الصغير رقم كام؟ بركات الصغير بتاع الكورة. بتاع الكورة مش بتاع البليلة. بتاع بركات الصغير بتاع الكورة. هشوفه لحضرتك ساعة واحدة. يا سيدي ساعة ايه؟ الراجل هيطير مني. خلص شوفه. شوفه الصغير. اتفضل. طب بس الواد بركات ده حتة لعيب. شفت الكرة اللي شالها من فلافيلو؟ يا سيدي فلافيلو مين؟ فلافيلو مين؟ في لعيب اسمه فلافيلو. اه اللي هو لونه بني محروق ده. يا سيدي بني محروق انت طالب قهوه ساده؟ اسمه فلافيو. فلافيو خلص. حاضر. ايه ده؟ اصل انا بيني وبينك لسه متعلم على الكمبيوتر جديد. ما شاء الله. انا هدخل اعمل لك بحث عن طريق الاسم. يا سيدي اعمل بحث عن طريق الاسم، عن طريق المحافظه، عن طريق المديريه، بس خلص اللي جابه امي. حصل لي ايه ده؟ اتفضل يا سيدي. جناح 22/16. ايوه الدور ال 22 قاعه المؤتمرات. فخس على عينك. انا جاي امضي مع بركات. ايه اللي جاب محمد نجم هنا؟ استغفر الله.
ايه بوشكش خلصت؟ ايه ده؟ خلصت؟ خلصت خلصت كل حاجة تقريبا. فين العقد؟ عقد ايه؟ عقد اللعيب اللي مضيته. حاضر. ايه ده؟ ده الشيك. انا ملحقتش. يعني ايه ملحقتش؟ هو ملحقتش؟ ملحقتش بقى الله اعمل ايه؟ ما هو اديك شايفني حاطط الشنطه على كتفي وعمال الف في قلب الشوارع زي اللي بيلمعوا جزم. طب روح انت دلوقتي ونبقى نكمل كلامنا بعدين. طب بكر بيه عملت لي ايه في الموضوع بتاع رشدي بيه لما قلت لك كلموني عشان عايز قرشينات؟ بأمرت ايه؟ شطارتك ولا خيابتك؟ شطارتي ايه وخيابه ايه؟ وانا طالع بملحق. انا بقول لك اللي حصل ده غصب عني، اعمل ايه؟ انت عارف انت سبب في خساره قد ايه وكمان جاي تطلب فلوس؟ يا بجعتك يا اخي. الله فيها يا بكر بيه، بجعتك في ايه؟ الله، ما انا ياما جبت لكم انضاءات لعيبه وجبت لكم لعيبه من غير انضاءات وجبت لكم لعيبه ملهاش دراعات عشان تمضي اساسا ومضيتها. انت عارف انا بوشك محفوظ، لو عايز تمضي بوش امضيهولك واجيبهولك اقعدهولك في الاحتياطي ويسخن طول الماتش كمان. اصحوا انتوا من غيري ولا تسووا عندك. انت فاكر اللعيبه دي بتمضي عشان سواد عينيك؟ اللعيبه دي بتمضي عشان فلوس رشدي بيه اللي فاتح بيوتكم وماكلك وماكلهم. اكل مين ومشرب مين؟ يلا واحنا شغالين عند التابعي. انت بتقول لنا الكلام ده؟ بقول لك انت الكلام ساعتنا ايه؟ بقول لك انت الكلام ده. ايوه بقول لك يا بكر بيه، عايز نسبتي في اربع لعيبه. وبصراحه بقى كلامك انا مش هضمه، في عضله طالعه لي في الكلام من ناحيه كلامك ليا، مش فاهم ليه. عضله ايه دي؟ عضله كذب طالعه لي هنا، مش هضمها. انت مرفوض. ما مرفوض مرفوض، يعني انا هنضربك من قلب الجنة ولا هنضربك من قلب الجنة؟ طب يلا سلم العقود اللي معاك وسلم اللابتوب اللي معاك وسلم الصورات اللعيبة اللي معاك. ايه اللي سلم؟ سلم انا اسوق لسلم نفسك البيت محاصر يا حرامية. اخرس شات يور فاكين ماوس. لا اوعى زمزم الا فاكين دي. فاكين دي نعرفها بالافلام الاجنبية، مش انا اللي اتقال نذهب للجحيم يا بكر بيه. مش انا فاهم انجليزي كويس. انت ما قلت اطلع بره بدل ما اجيب لك الامن خرجك بره يا حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان. شريط امي يا ابا تعالى. كويس ان انت سقت يا بوشكاش، بعد اللي حصل ده اعصابي بايظه خالص. ما كانش المفروض تعمل كده مع بكر بيه، ده انت بهدلتني. انا صحت يا بوشكاش، انا اترفقت كمان يا بوشكاش. يا ابني انت كنت متعين في قلب الوزاره يا خاين، ده انت كنت حته ساعي حقير عويل كلب ذليل مالكش لازمه. لعلمك بقى اللي مش عاجبك ده يا بوشكاش، انا مسيت مع بنات بعدد شعر راسي. ده انت كبيرك تمشي مع شعر راسك، عشان كده هو راح وانت جيت. ماشي يا بوشكاش ماشي. خلاص. اوعى تزعل مني يا بوشكاش، انا بكلمك عشان احنا اصحاب وحبايب واخوات من زمان. خلاص خلاص انا عايز انهي العلاقه دي يا زمزم. يا دي الكارثه السودا، ساعه مين اللي تولع دي؟ هي بتاعت انا، بتاعت انا عارف. يا عم ما تفولش. يا سيدي انا ما بفولش، انا ما بفولش، انا بقول لك دي شقيت انا خلاص. الله يا ساتر. الشقه دوله انزل. يلا يا جلنس انفد بجلدك، انفد بجلدك. مش حاسبك مهما حصل يا بوش. حذبني انزل وانفد بجلدك. يلا بقى يلا يا راجل يا رب. بركاتك يا ست السلسله. بوشكاش محفوظ ده خلاص بقى كارت محروق.